ما هذا؟ هذا جزء من الخطة. فهمت يا ضعف صوقتي، صداقتنا أهم من أي شيء. احتفظي بالوردة فهي تليق بزيك. سنتذكر أيا من هذا بعد ذلك؟ على ما يبدو الدعسوقة ميراكلس تعكس كل شيء، فلا أظن ذلك أبدا. حسنا إذا، بعد إذنك يا دعسوقتي. لا، للأسف والدي دعاني لحفله الخيري الليلة، لابد أن أذهب. أريد أن أقول لك إن روز كانت محقة، أنت تساعدين الجميع، مثل اليوم حين ساعدت جوليكا في التغلب على لعنة صورة الصف، أو عندما اشتركت مع ناثانييل ومارك لعمل مجلة، أو عندما ساعدتني على دخول السينما لرؤية أمي على الشاشة. لهذا أراد الجميع مساعدتك في هذه النزهة، لذا اليوم هو دورنا نحن لمساعدتك. أنت دعسوقة كل يوم. طابت ليلتك يا سوبر مارينيت. إدريان! أنا... شكراً. على الرحب يا مارينيت. أنا هادئة، هادئة جدا. راقبني يا بلاك. ماذا تفعل بالضبط؟ سأجعلها تظن أنني تمثال. أنا هادئة، أنا هادئة، أنا هادئة، أنا هادئة، أنا هادئة، أنا إنه تمثاله، كيف لم ألاحظه قبلا؟ واو، كأنه حقيقي جدا. الشمع كجلده الدافئ، حتى رائحته مثله تماما. تمثال إدريان الجميل، شمعك لين جدا، وشعرك حريري، عيناك خضروان جدا. هل أصبح تمثالا أيضا؟ سيكون كل شيء أسهل. لما لم نشكل معا في قالب واحد؟ رخام لرخام، شمع مع شمع مثله، متشابكان للأبد. سلام. لكن الأهم، لا أريد أن يحدث لك شيء. لقد بدأت أن أفهم كم تعني لي يا إدريان. أرجوك ابقى مكانك، الدعسوقة ستقوم بحمايتك. لست أحتاج ذاكرتي لأعرف أنني أحبها. لكن لمن أعطي الميراكلس بجانبك؟ الدعسوقة؟ أنت عثرت على إدريان، كنت قلقا عليه. شجاع وحاسم وحساس، لما لا تعطينه هو الميراكلس؟ شكراً لإنقاذك حياتي عدة مرات يا إدريان.